السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسعد مساكم كل خير. اليوم جبت لي قطعة ركبتها للبندق، وهي قطعة بسيطة جدا وخاصة في بندق الويلد كات. القطعة طبعا لاحظ بعض الشباب اني مركبها واستغرب ويسألني يقول السبطانة جديدة ولا وش قصتها يا ابو عمر، لان ما نشوف فيها كاتم. طبعا السبطانة هي نفسها سبطانة البندق الباور بلينيوم 700، لكن لما سألني أكثر من 3 أشخاص بالخاص عن القطعة حبيت أني أصور الفيديو هذا. طبعا البندق بالشكل هذا جدا يعني أنيقة وقصيرة وتقدر تتحكم فيها بسلاسة خصوصا في السيارة، عكس لما تكون بالكاتم. لاحظوا كاتم كيف الطول. طبعا البندق سبطانة 700 شوي متعبة داخل السيارة، فأنا طبعا منزل سرعة البندق بالصيد على ما ينرمي وما يطلع صوت، أرمي بس فقط بالشراود. لذا جبت القطعة هذه. القطعة هذه طبعا من إيجل فيجن خاصة بالويلد كات. هذه هي، وهذا موديلها. يجي معها ألنكي، ويجي معها المسمارين ذولي، ويجي معها القطعة هذه. كلهن ما نحتاجهن، اللهم بس القطعة هذه اللي نحتاجها. نحطها على الشراود لأجل السنة لا يجيها حاجة وتخرب فقط. وهذه السبطانة قصيرة وتستطيع أنك تتحكم في البندق بكل سلاسة. أقصر من وضعها اللي أنتم عارفينه، مع الطول شوي صعب. لاحظ، فاستغنيت عن الكاتم. طبعا لما تزود السرعة بشكل عالي تحتاج الكاتم، لكن إذا كنت ترمي رمي بسيط صيد ما تحتاج الكاتم، وبالحجم هذا تصير تتحكم في البندق بس بالذات في السيارة بكل أريحية. حبيت أني أفيدكم بالقطعة. طبعا أنا أخذتها من مركز فهد، وهي من إيجل فيجن، سعرها تقريبا 85 ريال. وهذه هي القطعة حقتها، أخذتها مركز فهد فريدة، وتقريبا ممكن موجودة في بعض المحلات، ما أدري والله. أخوكم أبو عمر.